فهاديك من هنا واخا بقاو معانا بقاو معانا بقاو معانا هاد الليله حنا غادي صافي بلا ما تبان نتايا صافي سير بقات فينا هما اذا حنا كنتواجدوا في مدخل دار الثقافه في المحمديه فينا هما اش واقع شتي انت ما عمرنا شفناه هنايا هادي بلاصتك انت بلاصت منين ها هادي بلاصتك بلاصتك هنايا هاك شد واخا شد دوك نتكلموا معاك قرب الميكرو وحدك اقرب وحده فمك صلاحي عادل صلاحي عادل انت زيد في المحمديه ولا زيد في المحمديه سكنتي في المحمديه زدت في المحمديه زياده وخلق عندك شي خوتك عندي خوتي عندي خواتاتي عندي امي ميته امي ميته وبا مقطع لي رجلو حتى هما كايرين ما عرفت فين كايرين هنايا وانا راه ناعس هنا في الزنقه ما كنشوفوك يعني بالكامل القوه العقليه واش غدير النقطه اللي سجلت شنو الخدمة ديالك؟ الخدمة ديالي كندور نقلب طوير الروات بالليل بحال موكو مع الصباح كنمشي نحطهم في الجوطي نترزق الله نجمع ديك السمية اللي كان اللي قسم الله وندوز عاوتاني نريح تخزن لنا عاوتاني علاش ما كريتيش شي دار؟ ما كريش ما عنديش الجهد الكراو هذه ما عنديش الجهد ومريض كنتيش تكري تخدم في البني ولا شي حاجة؟ لا والو عندي الفدق ومريض بالفدق ومشيت مع الهلال الأحمر داونا في كوفيد ديال الوباء فاش بدا داونا الهلال الأحمر شهرين ولا عندهم في مركز المركز ديال البحر ولا لا؟ ديال 17 ديال 17 مع الدكتور بوغوسو دابا هذاك المركز ما بقاش فين متشغل لا خرجونا كنا خرجونا كيما كنتو كنا خرجوا اللي في شي بلاصه رجعوه ليها اللي في شي بلاصه رجعوه ليها ودي خالد خويا حنا اللي هادشي اللي عطى الله السوق حنا بغينا نكريو ولا شي خديمه ولا اللي كان بنادم حيدوهم الزنقه وصافي غدا دابا غدا مدانا الزنقه دابا شي 9 سنين وانا في الزنقه دابا راه كتسنى الله ورانا هاد البلاصه هادي اللي انت دابا فيها واللي حدا اللي تحت دار الثقافه واش كاين سمعك شي واحد هنا لا لا ما كاين حتى واحد لا ما كاين حتى واحد اب وحدي اب وحدي انا والله سبحانه وتعالى الله انا والله سبحانه وتعالى دابا شنو المطلب ديالك شنو المطلوب ديالي باغي انا شي خدمه انا بحالي بحال الناس كيبانوا لي غادي مع العشيه لديورهم انا باغي انا مشيت انا شي سكينه شي سكينه مازال ما كاين لا جواج لا والو باقي باقي على الله باقي على الله عندك لاكارت عندي لاكارت عندي الراميد عندي كلشي عندك كلشي زيت دردوش من زياده وخلق دردوشمان زاد خلق زدت 80 وهادشي اللي كتخلي دابا هادشي كنخليه حدايا حدا راسي حتى الصباح ندي معايا الجوطيه ودرو له كنخزنوه هنا يجي الربيع ونزيد في حالاتي صح هذا هو اللي عطى الله الصوت شفت ما عندك لا مانطا لا والو كاين غير الكليزا كيكفيك هذاك الشيء الله يجعل البركه الصبر وصافي الله يجعل البركه وكيجيو دوك الهلال الاحمر مره يدوزو عندنا هنا يلوحوا لنا مويطات دابا عايش عيشه مقهوره والحمد لله اش غدير الحمد لله جاتنا رجات الله الحمد لله ها كيداير مع البرد وهادشي اللي كتصب كاين البرد كاين البرد اودي كاين البرد انا عاد ندير في دق دابا كنتزاير بعض الخطرات خاصني نهبط مولاي عبد الله ندق برعه عاد تهبط لي الحجره والماكله اش كدير الماكله على الماكله الزنقه الماكله الزنقه وندير بوني وندير بوني ملي يكون طالع النار كنديف بوني وقبل ما يمشي بنادم بحالاته حتى حنا يكون عندنا عشانا وايه اش غدير باغي تغير الحياه ديالك ما كرهناش اودي ما كرهناش نتغيروا حتى حنا ونغيروا الحياه ديالنا حتى حنا نكونوا حتى حنا بحالنا بحال الناس يجعل ربي يرحم الوالدين والمحسنين طلبوا المحسنين المسؤولين يشوفوا من حالنا الله يرحم الوالدين الخدمه اللي بغيتي مثلا اللي كان نخدم فيها حتى حاجه من الزوج راه غير ان راه عندك الفقر واش غدير نتكلف اش درت جوج مرات الرونديفو العملي وما عنديش في الناس جوج مرات عند مولاي عبد الله عند السلموني بقى لي على البنج الرونديفو ديالو وما درتش العمليه عاد جلس خذ راحتك وما درتش العمليه على قبل الزنقه ما درتش العمليه على قبل الزنقه طيب غادي ندير العمليه غادي يخرجوني من السبيطار غادي نعس عاوتاني في الزنقه بحال حتى شي حاجه ما كاينش غادي يقابلك هنايا كون كنت كاري ندير العمليه ان شاء الله كون كنت كاري ندير العمليه واش غدير هذا هو اللي عطى الله السوق الوالدين راه هو موفيه ليا الوالده والوالد مقطع رجلو يلاه مدار بينا مع تاهما مع الزمان وصافي علاش ما سكنتيش مع الوالد ديالك؟ تا هما مضايقين مساكن هما كاينين حدايا تا هما مضايقين عارفين في الزنقة العيد في الزنقة رمضان في الزنقة كلشي في الزنقة ما عندكش معاهم شي مشكل ما كاين لا مشكل لا والو ما كاين لا مشكل لا والو الخوت نتلاقاو مع بعضياتنا خوتك
كنا نتلاقاو بنهار نتلاقاو خواتاتك كنت نتلاقاو كيدير شويه كيدير شويه لاباس لاباس كلهم مجوجين كاين اللي مجوجين اغلبيه مجوجين وكنتمناو يعني كنتمناو المحسنين وكنتمناو الجمعيات وكنتمناو السلطات يلتفتوا لهذا السيد خاصة حالة خاصة صراحة اللي كنتأسف وكنوريوها لكم ولكن هذه جات بناء على الطلب ديالو هو اللي بغي يتكلم وهو اللي بغي يبان ياك الله يرحم والدينا اي الله يرحم والدينا الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير وصافي الله يجازيكم بخير وصافي الزنقة واعرة ما سهلاش وصافي الزنقة واعرة ما سهلاش واخا يكون الصيف راه واعر بلا برودة بلا شتا بلا مفيطة بلا الزنقة واعرة كم قد ما كان الحال الزنقة خير ونتمناو دابا المكان ديالك باش نوضحوا للمشاهدين هو تحت ديال دار الثقافة بالمحمدية إذا غادي نعاودوا نرجعوا عندك إن شاء الله كنتمناو نرجعوا ما نلقاوش نلقاو هاد البلاصة خاوية ونلقاوك يعني الحياة ديالك تغيرت وكنتمناو السكان المحمدية اللي داز من هنا يتفكروا بمانطي يتفكروا بعشيوه يتفكروا بهذا بين ما تقادت الحالة ديالو الله يسر الأمور ديالك الله يسر الأمور ديالك إذا هانتوما شفتوا حالة حنا بلاتي نغادروا الآن تحت ديال دار الثقافة هانتوما كما كتشوفوا هاد السيد هذا واخا وريني إذا عنده باب هانتوما كما كتشوفوا إذا شتا كاينة الأمطار غزيرة الآن الأمطار غزيرة لأن غادي نشوفوا حالات أخرين غادي تبقاو معنا في هذا البث المباشر كاينين شي وحدين أخرين هنا كاين بزاف يلا نوريهم أنا نديهم إخبر عاملين هنا غنمشيو نشوفوهم إذا حنا غادي نغادروا دار الثقافة وغادي نتوجهوا للمسرح كيفاش انت عارف هادو كاملين شنو اللي كدير شنو اللي مخليك مخرجه خارج حتى دابا انا راكين بعد مره هذيك شكون هي امك ماما وعلاش خارجين نتومايا لا ما كنت غادي الحانوت اييه ومن بعد مرات يكونوا عندنا فلوس وش حاجه اييه تمشي عند الناس كنخلي لهم نتومايا نطاط شي حاجه يكون واحد الراجل بعد مره شمايا ولكن واحد بالضبط يكون لها راه في هذيك البلاصه الدوره وكاين واحد الكارديان جراو عليه والدي كارديان تجراو عليه والدي فين حتى هو كاين هنايا تيكون لها واحد الراجل راه حتى هو تينعس هنا لقيناه شوف ها هو هنايا لا كان تيكون مفرش مسكين بعد مره واش كيدخل المسرح ولا غير هنايا لا تيدخل هنا هاي شي المكان تاعو فين هو شي تنعس تما ولكن هادو دابا باقي ما جاش وهادو هاد البيتات هادو تما كيكونوا فيهم لا هادو ما تيكونوش فيهم مجموع فيهم الدبان هادو يلا دوك اللي غنوريك غيكونوا بالضبط كاينين فين تيحيدوش واخا نمشيو نشوفوهم اذا نبقاو معنا في هاد البث المباشر في هاد الجوله الليليه اللي غادي تكون سلسله من الجولات الليليه اللي كتعلق بالمتشردين والناس اللي ما عندهمش مأوى حيت ما غاديش نقولوا كلشي متشردين حيت كاين اللي عنده مشاكل وما عندوش مأوى بحال الشخص اللي تكلمنا معاه نعم معتي دبر على راسو وبلي مسكين تيجي يدخل الدار هذيك وقيته 8 شافت امو تدخل شويه الفلوس وصريفه جرات عليهم من الدار ها هو هنا تيكون بعد مره كارديان ولكن واحد ها هو كاين هنايا بالضبط تيكون ناعس هنا يبانوا لك حوايج تاعهم يمكن ندوز منها لا 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 صافي خلينا غادي نعاودو نجيو عندو غادي نعاودو نجيو عند لا مايمكنش ندخلو دابا لا 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 وكيل عيط نشوفو وكيل الباب من هنا غير عيط لي من هنا غير عيط لي من هنا الناس راه قايدو لي هون اش نوريلك باش خايف من الشفا ها هو هنا اللي تحت هادي هذه كانوا كينعسوا فيها تي المتشردين هذه ها هذه كنتمنى من السلطات ان يعاودوا يسدوها لانها كتشكل واحد الخطر هذه هاد البنايه اللي حدا المسرح اللي صراحه ما كنعرفوا اشنا هي انتم كتشوفوا فيها هي كانت واجدو هذا المسرح واحد الريحه كريهه بعد حده فيها انتم كتشوفوا هذا الباب خاصو يتسد باي شكل من الاشكال
هادشي راه كان السي ابراهيم مقاد وداكشي جاو دوك صحاب البلديه وداكشي ها هو هذا عنده الباب من هنايا ها واحد مسكين واحد الدري تما كان كيعس شي واحد لا دور هنا راه الدرب هنايا هادشي قاد وصايبو هادشي ها ما دريتش كل النهار ها عاود هاو كريم مسكين شي نعس بلا اه راهو كيبان ليا الراس ديالو شي بلاصه ها لا مش خايف من تحت لا ماشي خايف كاين ليه ابراهيم راهو شي يمكن الدار اللي يمشي نكلمونا لا تغدا نعاودو نجيو عندهم صافي خلي تير غدا خلي غدا غادي نعاودو نجيو عند حنا يوميا غادي نكونو هنايا ديما مع 9 مع 9 غادي نعاودو نكونو هنا يلاه سيروا دخلوا دابا للدويره ديالكم غدا ان شاء الله حنا غادي نكونو هنايا صافي يلاه شكرا اذا غادي غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله نعاودو نتلاقاو اذا غادي نغادر هذا المكان هذا في المفترق بين المسرح ودار الثقافه للاسف انتم شفتوا مشاهد مؤسفه صراحه شفتوا حالات اللي كيخصها العنايه والاهتمام بالنسبه للملف المتشردين بطبيعه الحال ملف هو ملف وطني ولكن كل مدينه كتحلو بالطريقه ديالها حنا كنقترحوا المخيم الحضاري اللي في المرسى انه يضم هاد المتشردين والناس اللي ما عندهمش ماوى خاصه في عز هاد الجو القاسي البارد وسط الاجواء الممطره اذا هانتوما كما كتشوفوا راه درنا روبورتاج مع واحد من هاد المتشردين درنا مع جوج غادي نتابعوا هاد الملف ان شاء الله غدا واحد هو قدامنا راه هو الاخر واحد راه في الجناح الاخر اذا غادي نكتفيو بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر على امل اننا نرجع لكم في اي لحظه الى اللقاء